مازال المغاربة تحت واقع الصدمة على هامش ذاك التصريح الوقح الذي صدر عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إذ في أوج يعني التساؤلات المقلقة اللي كطرحوها يعني المغاربة حول الشبهات التي حامت حول يعني امتحان ولوج إلى المحاماة، وما قيل من وجود يعني استغلال النفوذ، وما قيل من وجود واحد الخشونة في أن وزراء ونافذين استغلوا المواقع ديالهم لتبليص يعني الأبناء ديالهم والبنات ديالهم، عوض أن وزير العدل يطمئن الرأي العام المغربي، عوض أن وزير العدل يقول بأنه من الموقع الحكومي سأشكل لجنة للتحقيق في هذا الموضوع ونشر النتائج ديالو على العموم، تيجيو بواحد الطريقة مستفزة وطافحة بالغرور وتيقول لك بأن ولدي الله حكا راه قرا في كندا وعنده جوج الإجازات، بحال الإنسان اللي قرا في كندا وعنده جوج الإجازات وبا وزير عنده لو تيكي دونتري باش يدخل مباشرة يدير مهنة محاماة ولا يدير أي مهنة حرة ولا منصب عمومي. طبيعة الحال حتى شي مغربي ما يقول بأن أبناء الوزراء ولا أبناء النافذين ولا أبناء الأغنياء ما يترشحوش المهن الحرة ولا ما يترشحوش للمناصب العمومية، لا ماشي هذا هو القصد. المغاربة الشعب المغربي يطالب بالشفافية، يطالب بتكافؤ الفرص، ويطالبون بعدم استغلال المواقع الحكومية والنفوذ باش ان الانسان كما قلنا يبلاصي ولده ولا يبلاصي بنته، هذا هو اللي كيطالب به الشعب المغربي. وهذا الشيء طبيعي ما غنطولش فيه لان المغاربة تفرجوا في الفيديو وتفرجوا في الكلام الساقط والبذيء الذي صدر على وزير العدل. الخطير في الامر الذي لم ينتبه اليه اي احد من النخاب المغربية هو ان الوزير البارح خارج ناشط ومبشوش وفرحان وناشط بحال خلص التريتات كاملين، حلا ان الديون ديال المغرب كملها، حلا ان المغرب الناتج الداخلي الخام ديالو ولا كيسوى الناتج الداخلي الخام ديال الانجليز ولا ديال الدنمارك ولا ديال المانيا. لا، الاجتماع اللي كان فيه وزير العدل البارح لو كانت عنده ذره ديال الخوف من الله سبحانه وتعالى، كانت عنده واحد ذره ديال الاحترام للقسم الذي ادى امام الملك، وكانت عنده واحد شويه الكبده على المغرب والمغاربه، كنا نشوفوا الوزير البارح عوض ما يخرج ضاحك وناش ومفرشش يخرج كيبكي وكيندب ومهرس طروفه ديال الخابيه باش كيندب بهم وجهه. علاش؟ حيت البارح الاجتماع اللي كان فيه مولاي حسن الداكي رئيس النيابه العامه، وهذا الشيء علاش غوتوا على وزير العدل باش يحضر معاهم الاجتماع، لان رئيس النيابه العامه دق ناقوس الخطر، المغرب وصلنا فيه 400,000 معتقل في مراكز الحراسه النظريه وما عندناش باش نغديوهم، ما عندناش باش نوكلوهم. رئيس النيابه العامه كيقول لهم اودي اللهم هذا منكر، راه تجاوزنا العتبه المقبول بها عالميا في عدد المعتقلين في اطار الحراسه النظريه نسبه الى عدد السكان، حيت ملي كنلقاو عدد الموقوفين في المغرب 400,000 راه هي 1.2% من المغاربه اللي في الحبس اللي في مراكز الاعتقال عند البوليس ولا عند الجدرميه ولا في غبيله. وبدل ان هذا الوزير يخرج من ذاك الاجتماع كما قلنا كيبكي وتيقول لك اودي سمحوا لي راني فشلت كحزب وفشلت كحكومه وفشلت كبرلمان في ان المغرب ما يوصلش لهذه العتبه المفزعه والمخيفه والصادمه، وبانني كنلتزم باسمي يعني الحزبي وباسمي الحكومي بان المغرب ان شاء الله في الولايه يعني النهايه ديال هذه الولايه الحكوميه ما غاديش تسمعوا بان 400,000 مغربي في الحبس، غتسمعوا بان 1.2% من المغاربه داخلين الكونسيرفاتوار كيتعلموا الموسيقى، وغتسمعوا بان 3% من المغاربه داخلين الانديه الرياضيه، وغتسمعوا بان 19% من المغاربه كيمشيو للانديه السينمائيه وكيمشيو للمسارح وكيمشيو للمكتبات العموميه. هالارقام اللي كان خاص يقدم لنا وزير العدل البارح عوض ما يجي يتبجح بالموقع الحكومي، عوض ما يتبجح لنا بالفلوس اللي سمحت ليه قال لك باش نقري ولدي انا في كندا، وسمحت لي باش ان ولده يدخل المحاماه على حساب يعني الشفافيه وعلى حساب 70,000 مغربي اللي دوزوا هذه المباراه، ولكن للاسف لم يكتب لهم انهم يدوزوا لانه فقط عندهم واحد التهمه انهم ينتمون الى اسفل المجتمع. والطامه الكبرى هو انه ملي كيقول لك بان ولدي قرا في كندا بطريقه استفزازيه وساخره، بمعنى انه يهين 53 مؤسسه جامعيه في المغرب، بمعنى يهين 800,000 طالب جامعي يقرؤون هنا في المعاهد وفي المؤسسات الجامعيه المغربيه، بمعنى هذا يهين 16,000 استاذ جامعي. طبيعه الحال هاد الاساتذه الجامعيين وهالطلبه فران وقادين بحوتهم، سيقومون بما يفرضوا عليهم مواقعهم للدفاع على هذه السمعه ديالهم التي اهانها ومرغها في التراب وزير العدل. ولكن السؤال لمن تيتوجه؟ تيتوجه لوزير التعليم العالي ميراوي اللي كينتمي لنفس الحزب، ويا للصدف الساخره ديال حزب وهبي، كيفاش هاد وزير الميراوي غيريح جنبا الى جنب مع واحد الوزير اللي معاه في الحزب وفي الحكومه وتيحتقر قطاع التعليم العالي في المغرب؟ غير هذا السؤال بوحده الا كانت عندهم ما تبقى لهم من المروءه وانهم يحطوا السويرتات ويقدموا الاستقاله ديالهم ويخرجوا، وكفى المؤمنين شر القتال.